المواطنة حجة سالم هي ثالث امرأة تموت متأثرة بجروح مختلفة لدى انفجار لغم أمس الأحد زرعته ميليشيات الإرهاب الحوثي في منطقة الشعبة بمديرية حيس جنوبي الحديدة، حيث استشهدت قبلها بساعات رفيقتها دنيا سعيد وسعيدة إبراهيم شامي. أما نادية عبد الله محجوب فهي المرأة الرابعة لا تزال غارقة في الدم والجراح جراء إصابتها بلغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية، أدى إلى إصابتها جروح بليغة في الأرجل، تم إجراء لها الإسعافات الأولية. أما المواطن حسن علي في العقد الرابع من العمر بترت قدمه وأصيب طفله هيثم إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الدريهمي، إذ صار معاقا ونازحا مع زوجته وأطفاله الثلاثة ليستقروا داخل عشة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف محاولا تحدي الإعاقة. سبحان الله احنا نازحين، سبحان الله نزحنا الى الدريهمي، سبحان الله مورين وتابعين حالتنا حالي الم بحالتنا الا الله عز وجل الحمد لله. فهي كلها سببها مشاكل الحوثي، اصبحت مشاكل اصبحت مرجوم لا لاي احد. اخر طيب الشيء اختلط هذا السيكل جيت مش شايل عليه حبه حبه ولا عشان اشكى على عيالي ودوري مصاريف عيالي. يسهل في لغم هو اخوه ودحين اربع بنات وولد واني وامه وابوه، لان ندري من يقول عني المواطنين. الألغام جريمة بحق الإنسانية يقول القانون الأممي، بينما زرعت ميليشيا الإرهاب الحوثي مئات الآلاف من الألغام في محافظة الحديدة وتسببت بمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال، فيما يفلت القتل من العقاب ومن مجرد الإدانة من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.